بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يا سابع مبلشين بدرس الاقترانات، بداية من مفهوم الاقتران للأشكال اللي منعبر فيها عن الاقتران. بقول لك بداية الاقتران هو علاقة، تمام؟ تتذكر لما أخذنا درس العلاقة بالصف السادس، علاقة تربط بين قيمة كل من المدخلات بقيمة واحدة فقط من المخرجات. يعني أنا بدي أدخل هدول الأعداد، هدول المدخلات، لا زي ما بنقول إنه آلة تحويل، بدي يعمل علاقة، بدي يعمل ضارب، جمع، قسمة، أي إشي بدي يعمله، وبيطلع منها مخرجات بشكل أو بصورة جديدة. فمثلاً لو قلت لك إنه أنا عندي الواحد هون والاثنين، الواحد والاثنين بنسميهم مدخلات، والعلاقة هي إنك تضرب كل واحد من هدول المدخلات بثلاث، وبالآخر بيطلع عندك مخرجات. فإذا الاقتران هو علاقة تربط قيمة كل قيمة من المدخلات بقيمة واحدة فقط من المخرجات. فيلا نشوف كيف بدنا ندخل هدول المدخلات على هاي زي ما بقولوا آلة زمن أو آلة تحول، بده يحول فيها العدد ويغير منه لحد ما يطلع بصورة جديدة. فيلا الواحد مدخلات، فداخل هذه العلاقة بضرب الواحد بواحد بثلاث، شو بتصير؟ تخرج بالمخرجات ثلاث. طيب نفس الاشي الاثنين، بدي ادخلها بهذه العلاقة، اثنين ضرب ثلاث بتطلع ايش؟ بتطلع ستة. إذن هاي مدخلات دخلتهم على علاقة أنا أعطيتك إياها وطلعتهم بالمخرجات. طيب كمان مثال، لو قلت لك هون عندي مدخلات اثنين وثلاث، هاي المدخلات بهذه العلاقة بدي أجمع لهم خمسة ويطلع عندي مخرجات. فمثلا لو قلت لك اثنين هون، هيها اثنين زائد خمسة، شو بدأ خلال هاي العلاقة جمعت لها خمسة، شو بدأ تطلع؟ كيف بيطلع شكلها؟ فهي خمسة زائد اثنين، شو بتصير؟ سبعة. نفس الاشي هون، الثلاث بدي ادخلها على هذه العلاقة لحد ما تطلع بالمخرج برات العلاقة. طيب شو بتصير؟ ثلاث زائد خمسة، فثلاث خمسة وثلاث ثمانية. اذا مرة ثانية، الاقتران هو عبارة عن علاقة بتربط كل مدخلة بقيمة واحدة بس بالمخرجات، تمام؟ قيمة واحدة فقط من المخرجات. طيب نشوف كيف فينا نمثل هذه نمثل هذا الاقتران بصور متعددة. طيب نرجع هيك، الآن فرج معي على الصور اللي بقدر أنا بدي الطرق أعبر فيها عن هذا الاقتران. طيب بلش معي طرق التعبير عن الاقتران. لو أعطيتك مثال إنه أنا بدي إياك تعمل بهذا الاقتران، أضرب في ثلاث ثم اجمع إيش؟ أضرب في ثلاث ثم اجمع فرج هون، بيقول لك اضرب في ثلاث ثم اجمع الخمسة. طيب هلا اول طريقة للتعبير عن الاقتران بنقول لك هي على صورة مدخلات ومخرجات. يعني المدخل x هذا بنسميه مدخل. طب ليش سميته x يا سابع؟ لانه اي عدد بدي ادخله انا، اي عدد بدي اختاره، مثلا اخترت العدد واحد، فهذا ايش؟ x. فبالإكس بيعبر عن مجهول اللي هو أي عدد بدي أشتغل عليه. فالمدخل إكس شو بدي أعمل فيه؟ بدي أضربه بثلاث بعدين أجمع له خمسة، بس بيطلع شو؟ بيطلع واي. فهي طلع عدد جديد اللي هو إيش؟ المخرجات. فشوف هاي أول صورة بتعبر عنها. فمثلا لو أنا بدي أعوض الواحد والاثنين، فهي الواحد بدي أضربها بي، هاي شوف برسمها بالمربع،
بدي أضربها بثلاث، واحد ضرب ثلاث شو بتصير؟ بتصير ثلاث، بعدين بدي أجمع لها خمسة، فزائد خمسة ثلاث زائد خمسة، رح تطلع إشي جديد اللي هو ثلاث زائد خمسة ثمانية. إذا هاي دخلتها X، هاي الـ X اللي هي أنا عوضها واحد مثلا، فدخلت المدخلة واحد، ضربتها بثلاث وجمعت لها خمسة وطلعتها بصورة جديدة، زي اللي بيدخل بآلة الزمن بيتغير وبيطلع. فهذا اللي بيصير عندك هون، هيها بهذا الشكل دخلتها الـ X سهم، المربع الأول بقول لك أضربها، هيها أضرب بثلاث ثم اجمع خمسة، فضربتها بثلاث بعدين جمعت لها خمسة بعدين طلعتها اللي هي طلعت بمخرج جديدة اللي هي واي. طب مثلا لو عوضت رقم اثنين نفس الاشي، اثنين اضربها بثلاث، لما تضربها بثلاث هي اضرب بثلاث، اثنين اضربها بثلاث شو بتصير؟ ستة، بعدين اجمع لها هيها زائد خمسة، اجمع لها خمسة، ستة وخمسة 11، فشو بتطلع؟ تطلع 11. هي دخلتها المدخلة، دخلت X 2 وطلعت Y 11. هاي أول صورة ممكن تشوف فيها بالاقتران، أو أول طريقة من طريق من طرق التعبير عن الاقتران، كيف بهاي الصورة اللي هي زي هيك، على صورة مدخلات ومخرجات، بدخل الـ X اللي هو المدخل بضربه بحسب، طبعا أنا هون حاطط لك إنه أنا لازم أضرب بثلاث وأجمع لها خمسة، فبضربه بالثلاث بجمع له خمسة بيطلع مخرج جديد. أو الطريقة الثانية، ثانيا صورة جديدة من بيعبر فيها عن الاقتران، هي على صورة جدول مدخلات ومخرجات، فالمدخلة X والمخرجات اللي هي Y. فشوف هذا جدول، أنا برسم جدول بقول له المدخلات وهي المخرجات، طبعا المدخلات هو بيعطيك اياها، فمثلا احنا نعوض بكل الحالات واحد واحد واثنين، احنا عوضنا هون واحد واثنين، نعوض هون واحد واثنين، وبكل الصور احنا نعوض واحد واثنين، فلو عوضنا هون نفس الاشي واحد واثنين. طيب شو قال لك اعمل بهذا المدخل؟ اضربه بثلاث، فيلا ها واحد ضرب ثلاث واجمع له خمسة، اضربه بثلاث واجمع له خمسة، ثلاث زائد ثلاثة بواحد ثلاث زائد خمسة ثمانية. طيب هون قال لك اضربها بثلاث واجمع لها خمسة، نفس الفكرة تماما اللي هي ستة زائد خمسة 11. إذا ممكن يعبر عنها بهاي الطريقة اللي هي الأسهم مدخلات ومخرجات، أو يعبر عنها بجدول نفس الفكرة تماما، أو يعبر عنها على إشي اسمه إحنا بنسميه مخطط فهمي. يعني هاي المدخلات بحط هون، هاي واحدة اللي هي الواحد، وهي هون التنين، الإجابات رح أحطها تحت اللي هي 8 و11. هذه إيش؟ المخرجات طبعا بعد ما أنت إيش تكون عملتها، أوكي بتوصل هاي هيك وهاي هيك، هذا شو بنقول له؟ مخطط فهمي. ممكن هذا المخطط الفهمي نشوفه بطريقة ثانية، فمثلا ممكن يكون بهذا الشكل، خليني بس هيك 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 نرسمهم بشكل بيضاوي، هي واحد اثنين، وهون شو المخرجات؟ ثمانية و11، ونفس الفكرة وصلهم برضو. هذا شو اسمه؟ اسمه مخطط فهمي. يجي الواحد عند الثمانية والاثنين عند الاحداش، اللي هي دخلتها واحد وطلعت قديش؟ ثمانية. وهون نفس الاشي دخلتها واحد وطلعت ثمانية، على حسب الاقتران اللي هو معطيني اياه، يعني هو معطيني ايش اعمل بهذا الاقتران، تمام؟ هو اعطاني الاقتران. وهون نفس الاشي دخلت اثنين طلعت 11، وهون دخلت اثنين طلعت 11، تماما يا سابع نفس الفكرة، بس كل مالها عم تتغير الصورة اللي بعبر فيها عن الاقتران. اول صورة زي ما اتفقنا كانت بهذا الشكل، انه ايش؟ على صورة مدخلات ومخرجات بهذا الشكل، أو جدول أو مخطط فهمي. مخطط فهمي إما بكون زي هيك، ترسم خط مستقيم خط مستقيم، مدخلات ومخرجات، أو بكون زي هيك.
تمام، ارسم شكل بيضاوي يحط فيه مدخلات ومخرجات. طيب رابعا وهو الأهم، أكثر إشي رح تشوفه بحل المعادلات اللي هي إيش؟ على شكل معادلة. الصورة الرابعة للاقتران على شكل معادلة بهذا الشكل، اللي هي y تساوي 3x زائد 5. فلو بدك تعوض أنت مكان x مرة واحد ومرة اثنين، فيلا y عندما هيها عندما x تساوي واحد، فإن y اللي هي إيش؟ 3 ضرب 1 زائد 5 اللي هي إيش؟ 3 ب 1 زائد 5 8. هذه على صورة معادلة. طبعا هذا بما نحكي المشهور أكثر بعالم الرياضيات إنك تستخدمه على بهاي الصورة على شكل معادلة، تمام؟ طب لما كانت X بتساوي 2، هي بدي أدخل 2، يلا واي شو بتساوي؟ 3 ضرب 2 زائد 5 شو بتصير؟ 11. إذن الصورة الرابعة إنه يكون على شكل معادلة، إنه يكون على شكل معادلة. لما يكون على شكل معادلة فالمدخلات حتكون عندي مثلا 1 و2، المدخلات اللي هي إيش؟ المدخلات اللي هي X والمخرجات اللي هي Y، فبعوض مكان الإكس المدخلات العدد اللي بيعطيني. طيب خامسا وأخيرا هي على صورة آلة اقتران، اللي هي بتكون بهذا الشكل، إكس بيحط لك سهم بهذا الشكل وبيطلع لك إياها هيك. نفس الإشي لو بقول لك إيش، دخل لي الواحد هيها، فهي ثلاثة بواحد ثلاثة بواحد زائد خمسة، وشو بتقول له؟ 8. مثلا لو دخلت 2 هيها 2 زائد 5 اللي هي 11. إذن مرة ثانية سابع، الاقتران هو علاقة تربط قيمة المدخلات بقيمة واحدة فقط من المخرجات، وفي طرق كثير لنعبر عن الاقترانات بهذا الكتاب او عندك، معطيك خمس طرق. هلا اهمها اللي هو صورة المعادلة. اول طريقة اللي هي بهذا الشكل اللي هي مدخلات ومخرجات، الطريقة الثانية جدول، الطريقة الثالثة مخطط سهمي، والطريقة الرابعة معادلات، والطريقة الخامسة والاخيرة اللي هي آلة الاقتران. بكل حالة من هدول الحالات نفس الفكرة تماما، لازم المدخل اللي تطلع عندك تطلع تعمل عليها العمليات اللي مطلوبة منك وتطلع نفس الإجابة. يعني هون مثلا لما دخلت الواحد طلعت 8، لما دخلت 2 طلعت 11، بكل الصور اللي أنا عملتها طلعت نفس الإجابات، لكن كل واحدة فيهم بصورة مختلفة. طيب الآن خلينا نحل كمان مثال بكل الطرق اللي أخذناها قبل شوي، تمام؟ فمثلا بيقول لك اكتب قاعدة الاقتران التالية، إذا كان أضرب في 2 ثم اجمع 3. فمثلا لو بلشت في أول طريقة اللي هي هيها، المدخلة X شو بدي أعمل فيها؟ بدي أضربها ب 2، وإيش أعمل كمان؟ أجمع لها 3 تطلع Y. هاي كتبته بأول طريقة اللي هي طريقة إيش؟ مدخلات ومخرجات، تمام؟ كتبتها بأول طريقة. طيب شو رح تكون صورة الاقتران هون؟ تفضل هيها 2 ضرب X زائد 3 شو بتساوي؟ بتساوي Y. هاي بأول طريقة اللي هي إيش؟ طريقة صورة المدخلات والمخرجات. نفس الاشي لو بدك تحط، طبعا يعني انا لو بدي اعوض مثلا عوضت العدد واحد، احط واحد ضرب اثنين بتصير اثنين زائد ثلاث خمسة. طب لو حطيتها ب طبعا هون بده قاعدة اقتران،
لو بدك تحطها بالجدول فلازم تعوض أرقام، تمام؟ الجدول اللي هي مدخلات ومخرجات. طيب لو عوضت بمخطط سهمي، تمام؟ نفس الإشي. طيب رسمت سهم، هاي كمان سهم، هلأ هاي نسميها مدخل، هاي مخرجات. هلأ العملية اللي بدك تدخلها وتطلعها، فمثلا لو عوضت، يلا عوض واحد، يعوض واحد، يعوض اثنين، وبيعوض ثلاث، واشوف شو بيطلع. لما تعوض واحد اضرب الواحد باثنين بصير اثنين، زائد واحد خمسة، فهيها خمسة. اثنين باثنين اربعة، اربعة زائد ثلاث سبعة، هي سبعة. اثنين بثلاث ستة، ستة وثلاث تسعة، هي تسعة. هلأ وصلهم، يلا هيها، هي واحد، لحظة، هي الواحد مع مين؟ الواحد مع الخمسة، الاثنين مع السبعة، الثلاث مع التسعة. ممكن أرسمهم مخطط سهمي هيك، اللي هو يعني بهذا الشكل، هاي واحد اثنين ثلاث خمسة سبعة تسعة. الواحد شو بتصير؟ ايها خمسة مع سبعة مع تسعة. طبعا زي ما قلت لكم نقدر نعملها بجدول، نعوض كل هاي الارقام اللي هي ايش الجدول شو بيقول لك. هاي بدي احط الجدول هون، هاي الاكس اللي هي مدخلات والواي اللي هي مخرجات. فمثلا عوضنا واحد، شو بتصير؟ عوض اللي هي واحد ضرب اثنين زائد ثلاث، عوض اثنين وعوض ثلاث، عشان افرجيك انهم بيطلعوا كلهم نفس الاجابات. هون بتطلع خمسة، هون اثنين، اثنين زائد ثلاث اللي هي أربعة، ثلاث سبعة، آخر وحدة اثنين بثلاث زائد ثلاث اللي هي ستة وثلاث تسعة. هذا لو عوض عملتها بالجدول. طيب لو بدي أعملها على صورة معادلة، فنكتب المعادلة اللي هي شو بتقول لك؟ y تساوي 2x زائد 3، صح؟ اضربها ب 2 ثم اجمع 3. اذا عوضت الواحد والاثنين والثلاث يطلع نفس الاشي، واخر وحدة اللي هي x، ها ثلاث سهم اللي هي 2 x زائد 3. إذن في كل الطرق لازم تطلع معك نفس الإجابات. عوض هون الواحد والاثنين والثلاث رح يطلع معك نفس الإجابات. بالمخطط السهمي عوضهم طلع نفس الإجابات، بالجدول عوضهم بطلع نفس الإجابات، بالمعادلة هون عوض واحد، شوف هاي بيعوض اثنين بواحد زائد ثلاث يطلع ايش؟ خمسة. لو عوضت اذا واي تساوي خمسة عندما اكس تساوي واحد. لو عوضت اثنين برضه بيجي يطلع معك جواب سبعة. لو عوضت الثلاث بيطلع معك جواب تسعة. نفس الاشي هون، لما تعوض دخل الاكس المدخلة واحد، تمام؟ شو لازم تطلع؟ خمسة. دخل المدخل اثنين، شو لازم تطلع؟ سبعة. وهكذا لو دخلت المدخل
ثلاث، شو لازم تطلع؟ تسعة. إذا هيك يا سابع بنكون وضحنا مفهوم الاقتران وشفنا كل الصور اللي بشوفها لأعبر فيها عن الاقتران. هلا احنا حنوقف اليوم وبكرة إن شاء الله حنحل كل الأسئلة الموجودة في الكتاب. خلينا نوقف لهون، وزي ما حكيت لكم بكرة بنحل كل الأسئلة الموجودة معنا.